الحمد لله. أول شيء نبارك الجمهور الوداد على الفوز. الحمد لله، زي ما تعرفوا كانت مباراة صعبة يعني من غير جمهور، والحمد لله يعني نعتبر فيها البداية أني نزلت مع الفريق، وإن شاء الله تكون بداية خير وباش نرجع إن شاء الله للمستوى متاعي، باش نكون يعني نقدم الإضافة زي ما كنت أحسن إن شاء الله بإذن الله. الله يشوف، يعني احنا محظوظين ان كاس العالم للانديه يكون في المغرب يعني بين جمهورنا، وان شاء الله نطمحوا احنا واللاعبين كاملين والطاقم الفني ان احنا نديروا تاريخ يعني ما دارش يعني فريق الوداد ان شاء الله في كاس العالم للانديه، ويعني باغيين ونبوا نوصلوا لبعيد في المونديال هذا ان شاء الله. طايقين في روحنا ان شاء الله، وباذن الله مع الجمهور اللي ديما مساندنا هذا باذن الله نوصلوا لبعيد في المونديال ان شاء الله.